السلام عليكم. مع أول تسجيل معانا في الجزء الخاص بالأرم. خلينا كده نبص بصة سريعة على شكل الماسلز بتاعة الأرم. ده الأنتيريور سيرفيس بتاع الأرم أهو. هتلاحظوا إن في مجموعة من العضلات بتترتب في طبقات. أدي عضلة أهي، في عضلة صغيرة تانية ظاهرة من تحتها أهي، وفي عضلة كمان تالتة. طيب لما نيجي نبص على البوستيريور سيرفيس، يبقى احنا كده دول العضلات اللي موجودين فين؟ على الانتيريور سيرفيس بتاع الهيومرس بالشكل ده كده. طيب لما نيجي نبص على البوستيريور سيرفيس، بص كده، دي من البوستيريور سيرفيس، دي هنا المسلز اوف ذا باك، هو ده البوستيريور سيرفيس بتاع الارم، دي الدلتويد. في عضلات تانية بتبقى موجودة في البوستيريور سيرفيس بتاع الارم. معنى كده ان انا لما اجي اتكلم على الارم، هتكلم على الارم كانتيريور كومبارتمنت، يعني مجموعة عضلات موجودة في الانتيريور بارت وابوستيريور كومبارتمنت. طب ازاي الارم ده بينقسم الى anterior compartment و posterior compartment؟ بص يا سيدي معايا كده، انا هقطع الارم او الشافت في هيومرس بالشكل ده كده، وهنرسم anterior و posterior compartment. كويس، بسم الله. احنا بنتكلم على الارم، الشافت اوف هيومرس لما اقطعه بالشكل ده كده، الشافت اوف هيومرس هتظهر كانها ايه؟ دايره بالشكل ده. ده الشافت اوف هيومرس، وطبعا عارفين ان في بره حواليها دي السكن، وان تحت كل سكن لازم يكون فيه فاشيه عشان تربط المصل وتضمها لبعضها. يبقى احنا كده عندنا سكن، وتحت السكن فاشيا، سواء كانت سوبرفيشال او دي. يبقى دي سكن ودي فاشيا وهذه الهيومرس. بيقول لك بقى ان الدي فاشيا دي بتبعت سبتة. سبتة يعني ايه؟ يعني ممكن نقول عليهم فواصل من الديب سيرفيس بتاعت الفاشية، وتتصل بجانبي الهيومرس. كده ظهر قدامي anterior compartment، ده كده anterior compartment، وظهر عندي ده اسمه البوستيريور كومبارتمنت. كل كومبارتمنت بيحتوي جواه على ايه؟ بيحتوي جواه على muscles، على vessels، على nerves. خلينا نتكلم بس على muscles اللي هي الجزء المهم بالنسبة لنا. المسلز اللي موجودة في الانتيريور كومبارتمنت، بص كده اللي انا هرسمه ده، عندي عضلة صغيرة كده، دي الأولى. عضلة تانية تعتبر كبيرة ومغطية الشفت بس برضه ديب. عضلة تالتة بقى كبيرة جدا وبتاخد الانتيريور بارت كله. دول التلات عضلات اللي موجودين عندي في الانتيريور كومبارتمنت. سمعنا اسم العضلة دي قبل كده، اسمها كوراكو براكياريز. انتوا فاكرين كانت بتمثل لاترال باوندري للاكزيلا. طب دي كوراكو براكياليز، العضله دي اسمها براكياليز بس. وقلنا كلمه بريكيام بتساوي كلمه ارم، يبقى اي حاجه في الارم ممكن نطلق عليها كلمه براكياليز او بريكيام. طب العضله دي، دي العضلة ذات الرأسين اللي احنا كنا بنسميها الباي سيبس، وبمنها في الارم فنقول عليها باي سيبس بريكياي. دول التلات عضلات اللي موجودين عندنا. اما بالنسبة للبوستيريور سيرفيس، هو في عضلة واحدة، عضلة واحدة بس، عضلة كبيرة جدا بيسموها العضلة ثلاثية الرؤوس، اللي اسمها العضلة التراي سيبس. خلونا نبدأ بقى نتكلم على الانتيريور كومبارتمنت جروب. كويس، ايه العضلات اللي موجودة في الانتيريور كومبارتمنت؟ احنا قلنا في ثلاث عضلات،
البايسبس وهي اكبرهم، الكرة كوبراكياليز والبراكياليز. كويس. الاول قبل ما انقل من الانتيرو كومبارتمنت، احنا كده اتكلمنا على العضلات بتاعه الانتيرو كومبارتمنت. بيصحب العضلات في الانتيرو كومبارتمنت ارتري ونيرفز. الارتري وهو الارتري اللي ماشي في الارم، فنسميه ايه؟ امبريكيوم، بريكيال ارتري. والنيرفز عندنا ثلاثة نيرفز خدناهم وذكرنا اسمهم قبل كده في البريكيال بليكسس. واحد خارج من اللاترال كورد اسمه الماسكلو كيوتينيوس نيرف، واحد خارج من اللاترال كورد، ده خارج من اللاترال كورد، واحد خارج من الميديال كورد كنا بنسميه الالنر نيرف، واحد كان له تو روتس، واحد من الميديال واحد من اللاترال، كانوا بيتحدوا عشان يدوني نيرف اسمه الميديان نيرف. كل دول موجودين معايا في الانتيرور كومبارتمنت. تعالوا بقى ندرس العضلات. وناخد نرسم كده البون الطبيعي بتاعنا. الكريكوي بروسيس الجلينويد كافيتي، بيتمفصل في الجلينويد كافيتي الهيد اوف هيومرس بالشكل ده كده. في اللور اند اوف هيومرس احنا قلنا في عندنا ميديا اللي بيكون دايل تروكليا كابيتولم، بعد كده في عندنا ألنا و ريليس. دي ليسر تيوبروستي وجريتر تيوبروستي وبينهم البايسيبيتال جروف. نشوف بقى العضله اللي عندنا البايسبس ابريكاي اللي هي اكبر عضله احنا اتكلمنا فيها تطلع منين. قال لك والله بايسبس يعني بتطلع لها تو هيدز. الفيرست هيد طالعه من هنا من التيب اوف كريكوي بروسيس. طب بالنسبه للهيد الثانيه طالعه منين؟ طالعه من المنطقه دي، احنا قلنا ده اسمه جيلينويد كافيتي، يبقى المنطقه دي لما نيجي نتكلم عنها نقول عليها ايه؟ سوبرا جلينويد تيوبركل، يعني ارتفاع فوق الجلينويد كافيتي، هو ده السوبرا جلينويد تيوبركل. والاوريجين التاني لها قلنا التب اوف كريكويد. كده احنا اتكلمنا على الاوريجين. طب نشوف كده التو هيدز بينشأوا ازاي او بيتجهوا ازاي. بص يا سيدي، ادي اول هيد، دي الهيد الاولى بتاعتي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها الشورت هيد، على الرغم ان الاوريجين بتاعها هو المرتفع بس بنسميها الشورت هيد. طب بالنسبه للهيد الثانيه اللونج هيد اللي طالعه من السوبرا جلينويد تيوبركل، بص بتعدي ورا اللونج هيد بالشكل ده كده، تعدي فوق الشولدر جوينت، تمشي جوه البايسيبيتال جروف بهذا الشكل، بعد كده تتحد الشورت هيد باللونج هيد. هنا كده احنا رسمنا التو هيدز. الانسرشن بتاع العضله بتاعتنا اللي اسمها البايسبس بريكيوي دي الانسرشن بتاعها فين؟ الانسرشن بتاعها موجود هنا كده في الراديال تيوبروستي. الراديال تيوبروستي، بص كده العضلة هتبقى ماشية ازاي، شكلها عامل ايه ازاي.
دي العضلة اللي اسمها البايسبس. قلنا origin طلع من التيب اوف كريكوي بروسيس بنسميها الشورت هيد، والهيد التانية اللي طالعة من السوبراجلينويد تيوبركل بنسميها اللونج هيد. ازاي دي شورت ودي لونج مع ان دي تحت؟ ما انت عارف ان احنا لو فردنا الكيرف ده كده هتبقى اطول من الشورت هيد. بيقولك بقى شوية حاجات كده عن الشورت هيد دي، الراوندد هيد دي. بيقولك اولا الراوندد هيد او الشورت هيد بتاعت البايسبس بريكياي بتمشي جوه البايسيبيتال جروف، وهي معديه جوه البايسيبيتال جروف بيجي ليجامنت كده يقفل عليها عشان ما يحصلهاش بلجنج ولا تخرج. بيسموا الليجامنت ده ترانس فيرس هيومرال، لانه في الهيومرس ترانس فيرس هيومرال ليجامنت. دي اول نقطه. تاني نقطه انه هي ماشيه الكافيتي بتاع الشولدر جوينت ده بيبعت حواليها سينوفيال ميمبرين بالشكل ده. طبعا انتوا عارفين ان الجوينت بيبقى جوه حاجه اسمها سينوفيال فلويد وبيتغطى بسينوفيال ميمبرين له علاقه بالجوينت، يعني ميمبرين كده يقفل الجوينت على بعض. فالميمبرين ده بيمتد مع اللونج هيد دي ويمشي معاها. فيقول لك ان هي مغطاه بفلاب من السينوفيال ميمبرين. كويس. طيب اخر حاجه بقى، احنا لما جينا نتكلم عن الانسرشن قلنا ان لها انسرشن في الراديال تيوبروستي، بس مش بس في الراديال تيوبروستي. بص كده، احنا لو قلنا ان دي الارم يبقى ده الفور ارم هو اللي جاي بعد كده. سكن تحت السكن موجود ايه؟ موجود دي فاشيا بالشكل ده. فبيقول لك ان العضله وهي رايحه تعمل الانسرشن بتاعها بتبعت كده فلات تندون عشان يمسك في الميديال سايد بتاع الفاشيا بتاعت الفور ارم بالشكل ده. فيسموا ده ايه؟ احنا قلنا ده تندون، تندون بتاع البايسبس، تندون اوف بايسبس. طب ده فلات تندون هنعرفه بعد كده باسم ابون يوروزس. يقول لك ان ده بيسموه باي سيبيتال ابونيوروزس، يعني الابونيوروزس او الفلات تندون اللي خارج من البايسبس. طب بالنسبه للنيرف سبلاي بتاع العضله بتاعتنا اللي اسمها البايسبس بريكياي، النيرف سبلاي بتاعها هو الماسكلو كيوتينيوس نيرف. طب الاكشن بقى، شوف هي بتعدي على اي جوينت، اي جوينت بتعدي عليها تعمل له فليكشن. العضلة عدت على الشولدر جوينت صح؟ فلما تعمل تحرك شولدر جوينت كده فتعمل له فليكشن. طيب عدت على الالبو جوينت، تحرك الراديوس والالنا ناحية الهيومرس تعمل فليكشن للالبو جوينت. كويس، يبقى انا كده بعمل فليكشن للشولدر وبعمل فليكشن للالبو جوينت. تاني حاجة، هي ماسكة في الراديال تيوبروستي صح؟ يعني ممكن تحرك الراديوس فوق الالنا. لما تحرك الراديوس فوق الالنا يعمل لك حركه كنا خدناها في الجنرال، كنا بنسميها البرونيشن والسوبينيشن. تحرك ايدك بالشكل ده كده. عايز تحس بالحركه بتاعت البرونيشن والسوبينيشن دي، حط ايدك كده كانك هتصلي، اللي هو بيبقى ايدك فليكسد يعني كانك هتصلي بالشكل ده كده. وابدا حرك ايدك، اعمل برونيشن وسوبينيشن وانت حاطط ايدك على منتصف دراعك من قدام اللي هي المنطقه بتاعت البايسبس. هتحس بحركه البايسبس. اعمل برونيشن وسوبينيشن وانت حاطط ايدك في وضع الصلاه كده كانك بتقرا الفاتحه، وابدا حرك ايدك من برونيشن لسوبينيشن، هتحس بحركه البايسبس. كويس كده، احنا خلصنا اول عضله من العضلات بتاعتنا من عضلات الارم، البايسبس بريكيور.